وعليكم السلام ورحمه الله اخويا. وان شاء الله اجربوا ان شاء الله باش نزوروا اي استثمارك لنا النصير ان شاء الله تعالى. تحس بالغياب ديال المفارقه اللي حضر علينا وا المنتخب بما الحاضر ان شاء الله كاع الدراري غادي يجيروا شهدهم ان شاء الله تعالى وكلشي اللي دخل هذه الغاره كاش كاين ستريس ماشي عادي و ضروري ضروري لانه دابا ما بقاش عندنا تخوف ولا شي حاجه لانه المنتخبات اللي كنا يقدروا يديروا لنا المشاكل نمشيو في حالتهم دابا بقى لنا الوقت باش نربحوا ان شاء الله تعالى ونتمنى ان شاء الله الدراري يكونوا في نهارهم. ان شاء الله تكون مباراه صعيبه ولكن ان شاء الله ناكلوهم 2-0 ان شاء الله. كيفاش كاين الاحساس في الديار اليوم في العاشيه؟ والله حنا اللي مخلوعين شويه ولكن اللعابه ان شاء الله هيكون عندهم العزيمه ان شاء الله ونربحوها ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. اكيد المغرب حتربح، كلنا املنا بالمغرب، بيضوها من الاول ومكفيين معنا الاخر. منين انت؟ من لبنان. جاي تشجعي المنتخب؟ اي نعم، سافرت 3 ساعات مشوار طريق بس لاجي احضرهم. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله غنحاولوا نربحوا واخا حكيم زياش ما كاينش ولاني مع هذا الجمهور اللي كاين ان شاء الله غادي نشجعوا المنتخب ويكون فوز مستحق وتكون مباراه في روح رياضيه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.